مع فاطمة كراي. اليوم 76 سنة على نكبة فلسطين، العالم يفضح الجريمة الصهيونية. اليوم عندنا أسبوع بعد 7 شهور دخلنا الشهر الثامن من حرب الإبادة التي تقيمها ما يسمى بإسرائيل. في مثل هذا اليوم من سنة 1948 أصبح لفلول الصهاينة الملقطين من كل بقعة، أصبح لهم بالغصب دولة، ما يسمى بدولة في فلسطين، على أساس أنه تطبيق للقرار 181 اللي صدر قبل هالموعد هذا ب6 شهور، صدر في 29 نوفمبر 1947. اللي رافق النهار هذا هو تلك الجموع من الفلسطينيين، وأرجعوا إلى الصور الموثقة وأرجعوا إلى الفيديوهات النادرة. الشعب الفلسطيني كله دبشوا فوق راسه، وأولاده مفرقين ومشتتين، وهما ماشيين أسرابا نحو لبنان ونحو فلسطين 67، فلسطين غزة والضفة الغربية، وكذلك نحو سوريا ونحو كذلك الأردن. الشعب الفلسطيني شتتته الصهيونية، لا بل شتتته الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم بعد 76 سنة سقط القناع، لا بل سقطت الأقنعة، كل الأقنعة. اليوم أستعيد كلمة قالها عرفات عندما كانوا يحاولون أن يغصبوا فلسطين مرة أخرى في اتفاقيات ما يسمى باتفاقيات واي ريفر وكام ديفيد 2، عندما شدد البيت الأبيض الأمريكي بقيادة كلينتون، بيل كلينتون، قال له راه سوف نعيدك إلى فلسطين حيث أنت، ولن يرفع عنك السماعة أي إنسان، أي زعيم عربي وأي إنسان معناها عبر العالم. لكن عرفات اللي عرفناه هنا في تونس وعرفوا العالم كامل، كان يتحدث مع الصينيين في وقت ما، وكذلك يتحدث مع الفيتناميين أيضا. قال في مرة من المرات: أغبط نفسي أنني أنتمي إلى شعب أكبر من قيادته. يوم 7 أكتوبر فعلا يا أبو عمار بيّن الشعب الفلسطيني أنه أكبر من قيادته، وأنه هو الذي يخلق القيادة الصامدة، تمشي قيادة وتأتي قيادة أخرى. قال أبو عمار: شعبي يا شعب الجبارين، إذا ما فقد الأمل صنع المعجزات، وها هو اليوم يصنع المعجزات. لا رجوع إلى الوراء ولا رجوع إلى ما قبل 7 أكتوبر. لم يقلها الفلسطيني ولم نقلها نحن بالعاطفة، بل قالها العالم الذي خرج اليوم يفضح الجريمة الصهيونية. هل تعتقدون أنه هين اليوم بعد 76 سنة من الخسران الصهيوني أنها لم تستقر دولة ولم تكن دولة مثل الدول، لأنها ليست دولة وليست لها حدود وليس لها دستور، هي دولة مارقة، هي كيان مارق. واليوم تنتفض الجامعات أين يصنع القرار العلمي، أين يصنع العلم والمعرفة، وأين يكون الوجود وسبب الوجود الكيان الصهيوني وتفوقه في المنطقة تكنولوجيا وعلميا، تقطع معها هذه الجامعات الأمريكية، وبالتالي هناك انتفاضة في الولايات المتحدة الأمريكية التي قال عنها الصينيون للقيادات الفلسطينية، وهنا أقولها على لسان المناضل عباس زكي، قال في إحدى المرات الصينيون قالوا لنا إن تلك المنطقة يعني ما عندنا من نجم نعملو لكم، راهو المنطقة هذيك خلاص هي غربية وهي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الصينيون يتفطنون اليوم أن شعب الجبارين الذي يصنع القيادات ها هو ينتفض ويقوم ب7 أكتوبر 2023 ويوقظ العالم على الجرائم الصهيونية. الشعب الفلسطيني هو الذي يخلق القيادة، وإن
الكيان الصهيوني الذي بجرائمه الآن لن يستطيع أن يقف، لأنه مؤخرا قال الرئيس الأمريكي إن إسرائيل قد سقطت بعده، ولكننا نحن يجب أن نحميها حتى لا يخرجونها بالقندرة أو شلاكة. سامحوني، إذن إسرائيل سقطت ونهضت القضية الفلسطينية ليس اعتمادا على العرب، وإنما اعتمادا على القوى الحية الإنسانية التي قالت يكفي من المجازر، وإن هذا الكيان لن يكون دولة ولا يمكن أن يكون دولة. مع فاطمة كراي.